لا خيار في طريقة إلى أن ينتهي مهمته في العراق ليأتي دور آخر لشخصية أخرى. هذه الشخصيات ليس لديها دور غير أنه نقل الرسائل والتوجيهات. الفرد العراقي اللي تحدثين عنه تم نقله من كونه مواطن إلى فرد رقم والتعاطي معه، هذا هو الحقيقة، وفقدان يعني ومحاولة استلاب الهوية وكرامته، وبالتالي جعله يستاء من الوطن اللي يعيش به لأنه هذا الوطن مسلوب ومنهوب. هذا حقيقة مهمة جدا على القوة الوطنية العاملة أن تعيد خلق وإحياء الوجدان الوطني حتى يستطيع العراق أن يتخلص من كل هذه الآثار. نعم، شكرا لك سيد أحمد. مرة أخرى إن كنت تسمعني سيد رمضان، هل يصلك الصوت الآن؟ أسمعك الآن. نعم. يعني ربما تحدثت بلاس خارت بأن العراقيين سيدفعوا ثمنا باهظا للتقاعس السياسي في البلاد، ما الثمن المتبقي ليدفعه العراق أو أهل العراق؟ يعني العراق سيدفعون ثمن أي قاصرين هناك من استحوذ على أموالهم وتركتهم وحقوقهم بلا رحمة وبلا إرادة. وبالتالي العراق عبر هذه السنوات الشعب العراقي أبعد تماما عن السلطة، والنظم الانتخابية هي السبب الرئيسي وراء الأسلوب الممنهج لإبعاد المواطن العراقي عن السلطة والاستئثار بها. ولا زالت النظم الانتخابية تعاد إعادتها وصياغتها بما يمرر الأحزاب والقوى إلى السلطة ويبعد الشعب عنها، وهذا واقع الحال الذي لم يكن التركيز عليه ولم ينجح أحد في خرقه حتى الآن. نحتاج إلى نظم انتخابية حقيقية وفق الدستور تعطي المواطن تمثيل مباشر في مجلس النواب، يتشكل مجلس الاتحاد، تتشكل مجالس، يكون المواطن حضور وصوت.